المصور الفوتوغرافي بيحتاج رؤوس إضاءة بنسميها ستروب لايتس، اللي هي إضاءة وميضية بتجمع الطاقة وتعطيها ضربة واحدة أو ضوء واحد، أو بنطلق عليها مسمى آخر اللي هو الفلاش. ومصورين الفيديو بيحتاجوا إضاءة مستمرة تظل ضاوية طول ما هو عم بيصور الفيديو. المعترين اللي زي حالاتي بيحتاجوا الاثنين، بيحتاج ستروب لايتس يصور فيه فوتو، وبيحتاج كونتينيوس لايت يصور فيه فيديو. لحد ما إجت شركة جودوكس، يمكن سمعتوا عن هذا الاسم، بلش يدخل على السوق جديد. هاي الشركة مبدعة بتفكر بحلول لكل المصورين، فإجونا بالحل أو فارس الأحلام للأشخاص المعترين زي حالاتي، رأس إضاءة كونتينيوس وستروب بنفس الوقت. اليوم بدنا نحكي عن الـ FV200 من شركة جودوكس. ما سمعتوا بالضبط، رأس إضاءة فيه شغلتين، ستروب لايت وكونتينيوس لايت هايبرد. أول إشي راح يخطر في بالك إنه دائما سيارات الهايبرد بيكون في إشي فيها ناقص، بس هالمرة لا، جودوكس أعطتنا الحل اللي فعلا راح يريح رأسنا. رأس إضاءة أنا مش قادر أحكيها الجملة، بدي أصيح صراحة. رأس إضاءة ستروب مع كونتينيوس، هذا الحلم إلنا سنين مستنى فيه. شوف قد ايه ضيعت من وقت الفيديو بس وانا بحكي لك قد ايه احنا هذا الاشي فعلا خرافي، كنز ما اتوقع في اي شركة ثانية عملت زيه، واذا عملت ما اتوقع بالكفاءة اللي موجود برأس الاضاءة اللي هون. خلينا نختصر الحكي ونبلش نحكي عن الصفات بسرعة. مصدر الاضاءة اللي هون يعتبر COB Chip On Board، بما معناه شريحة LED موجودة على بورد كهربائي ولها تبريد خاص. الفكرة هون انه جودوكس شو عملت، ضافت شريحة LED اللي بتستخدمها بإضاءاتها زي ما هي، تمام، إضاءة كونتينيوس إضاءة مستمرة، وفي وضعية الستروب أو وضعية الفلاش تعطي طاقة زيادة للLED يضرب مرة واحدة أو يعطي ومضة قوية جدا. وهلأ راح نحسبها على اللايت ميتر نشوف شو إعدادات الكاميرا اللي ممكن نستخدمها عليها. بشكل عام خلينا نحكي عن التصميم تاعه، صراحة جدا جدا رائع ومبين إنه كواليتي عالي وروبست خرافي. الضوء في ممسك له على شكل يو، وهون بتركب على ستاند، وهون في مقبض تقدر تسكر عليه وتشده وتثبته محله، وكثير متين ما بوقع أو بميل أو برخي إذا ركبت عليه أوكتابوكس أو سوفت بوكس على رأس الإضاءة. واللي بحبه بشركة جودوكس إن رؤوس الإضاءة فيها بتدعم البوين ماونت، يعني بتركب عليها كل السوفت بوكسز اللي موجودة عندك بالراحة، فيش داعي تبدل إشي أو تشتري إشي جديد، فهذا إشي جدا مريح. يعني أنا عندي تقريبا 10 لايت موديفايرز كلهم بوين ماونت، ما راح أضطر أغيرهم هسه، خلاص بستخدمهم مع نفس رأس الإضاءة. وجودوكس هالمرة مش بس أعطتنا رأس إضاءة خرافي، كمان غيرت شكل الرفليكتر لإشي كثير جديد مختلف كليا عن القديم. طلع الفرق بينهم، لو بدك تشوف هذا بس هيك رفليكتر أو بنسميه الزبدية، وهنا معطيني شوي الشكل مختلف تماما وفي مربعات جوا، شو القصة منهم؟ التصميم الجديد لهذا الرفليكتر بيعطيك كفاءة في تركيز الإضاءة، تقريبا فرق عن الريفلكتر القديم احنا بنحكي تقريبا ستوب، وهذا فرق مهم جدا. يعني انت بس غيرت شكله، فهذا احنا بهمنا لانه اصلا هدف الريفلكتر بالاساس شغلتين، انه يحدد الاضاءة يعمل كت للاضاءة ويزيدها يركزها. وهذا الريفلكتر بوين ماونت كمان بتركب بصير جاهز عليه، شوف الشكل الغريب من جوا كيف طالع، بتركب عليه وبركز الاضاءة اكثر. تصميم المروحة هالمرة برأس الاضاءة كثير هادي، ما بيطلع صوت مزعج اثناء التسجيل، وهذا مهم جدا بتصوير الفيديو، بتفرق معي كثير انا. واللي بحبه في جودوكس اللي هو واجهة المستخدم البسيطة جدا، الكبسات كثير كبيرة، احرف قليلة، اشي ما بيعجقك، حتى الشاشة كبيرة، خلص بلف الاوبشن اللي بدي اياه، النبز كثير كبيرة، بكبس الكبس اللي بدي اياها وخلصنا. وطبعا معروف عن رؤوس إضاءة جودوكس اللي هو مدخل الأمبريلا، بتقدر تشبكه مباشرة، هي موجود جوا وبشد عليه وخلصنا، بثبت الأمبريلا عليه. بحب كيف بنتبه كمان لهي التفاصيل الصغيرة، كمان المدخل هون عندك للستاند مش بس بشكل عمودي، كمان تقدر تخليه بشكل أفقي، ففيه مدخل أفقي مشان تثبته مثلا عندي أنا على السي ستاند بدي أثبته هون مشان يكون مباشرة موجه، فراح يتريحنا كثير بالشغل. رؤوس الإضاءة الثانية اللي فيها ممسك على شكل يو ما فيها المدخل الثاني اللي هون، بس مدخل عمودي، وهذا شوي بيكون صعوبة في التصوير، بس هون أنا خلص بقدر أركبه بشكل أفقي بالستان وأسكر عليه، فهي كمان بتريحنا كثير. رأس الإضاءة هون كمان بيجي معه ريموت بالكرتون الخاصة فيه وسلك فقط لا غير، مع الرفليكتر بيجي منه فيه. هذا بالنسبة للشكل الخارجي لرأس الإضاءة. خلينا نحكي هلأ عن صفاته الداخلية، إيش ممكن نستفيد منه بالتصوير وقد ايه بيعطينا فعلا باور. نبدأ بالكونتينيوس لايت أو الإضاءة المستمرة اللي فيه. الحلو أنه بتقدر تتحكم بالإضاءة فيه من 0% ل100% بدرجات من 1%، يعني 1% 2% 3% 4% وهكذا، فبتقدر تشغله على 1% عادي، إضاءة جدا جدا ضعيفة إذا أنت محتاجها بس تعمل في اللايت مثلا. هلا بالنسبة للتطبيق العملي، عملت هلا مترينج لرأس الإضاءة اللي هون على الكونتينيوس لايت على هاي المسافة تقريبا متر بين رأس الإضاءة واللايت ميتر. الإعدادات كانت شتر 1:50 والايزو 160، وتقريبا هاي الاعدادات اللي انا بستخدمها عن تصوير الفيديو زي الفيديو اللي انا بستخدمه حالي. فحتجت فتحة 8 وانا بصور على الكونتينيوس لايت فيه بدون ريفلكتر، مع الريفلكتر احتجت فتحة 14، تقريبا ستوب فرق بين الريفلكتر وبدونه،
بس راح استخدم ريفلكتر او يمكن استخدم الاوكتا بوكس والسوفت بوكس، وعليه انت قيس يعني شوف راس الاضاءه عندك قد ايه الفرق بدون سوفت بوكس ومع سوفت بوكس، وعليه ببين. وكله طبعا هذا الحكي بتقدر تتحكم فيه بالريموت، بقدر اوطيه واعليه متحكم بالباور تاعته، بقدر اضويه واطفيه اون اوف وخلص. بالنسبه لوضعيه الستروب او الفلاش اللي فيه على نفس هالمسافه حسبت الاتي، شفت انه انا عم بصور بالفوتو عاده شتر 1 على 160 وايزو 160 على كاميرا الكانون، اعطاني فتحه 16 على الفلاش بدون ريفلكتر، مع الريفلكتر الجديد اعطاني فتحه 36. فانا بالنسبه لي شخصيا هذا الضوء راح يعوضني كثير بشغلي، راح يريحني كثير. وبالنسبه لموضوع شبكه على الكاميرا، بنشبك على التريجر الجودوكس الاكس 1، فانت بتقدر تشبكه على نفس التريجر منه فيه بدون ما تجيب ريسيفر تركبه هون. وغير هيك يمكن انت تتوقع انه ما بيدعم الشتر السريع، لا بدعم، فيه هاي سبيد سينك لحد 1/8000 شتر. وانت بتصور بالستروب بتقدر تستخدم ال اي دي يكون موديلنج لايت لحد 100%، يعني تقدر تشوف اضاءه فعليه بعينك بعدين تستخدم الستروب. بس راح يفرق معك انه لما تضرب ضربه الوميض راح يفصل الفلاش لمده ثانيه عبين ما يرجع الباور مشان ما ينحرق ال اي دي، فانت هذا راح يفيدك كثير بتصوير ما وراء الكواليس مثلا. وانت بتصور فوتوغراف تشوف ما وراء الكواليس لهذا الفيديو ببين كانه انت عم بتصور بالفلاش 100%. شوف قد ايه راح يريحك هذا الموضوع. بطل الموضوع انه انا اجيب لمبه واركبها موديلنج وتكون كثير حاميه وتخرب على الموديل ويمكن اضاءتها اورنج شوي بعض رؤوس الاضاءه القديمه، لا هيك انت بتشوف اشي فعلي قدام عينك، بس الفرق انه ستوب تقريبا. طيب لو انا ليش اوجع راسي يعني فرق ستوب، انا مشان هيك اجيب ستروب. راح نحكي كمان شو الاستخدامات الثانيه للاضاءه الوميضيه او الستروب او الفلاش، شو بتفرق معي عن الكونتينيوس، بتفرق معي في تثبيت الحركه والموشن فريز، بتفرق معي بالتصوير السريع الشتر السريع، كيف تثبت الحركه، كيف تقتل الامبيانت لايت، تقضي على الاضاءه اللي موجوده بالغرفه مثلا. هذا كله راح يساعدني بشغلي. اصلا ما فيش داعي اكمل ايش في صفات ثانيه، لانه مجرد ما حكيت هاي الصفات وهاي الاعدادات اللي بعطيني اياها والفتحه والاضاءه اللي بعطيني اياها اتوقع نصكم صدم انه في اشي موجود زي هيك. هذا راح يريحني كثير بشغلي، خصوصا انه انا بصور فوتو وفيديو. ظل اشي بسيط احكي عنه، انا مش مستاهل احكي عنه، اللي هو الافكتات اللي موجوده فيه، انه مثلا زي البرق او اللمبه الخربانه او الباباراتزي، هاي افكتات ممكن انت تستخدمها بتصوير الفيديو لبعدين، بس بالنسبه لي هاي مش النقطه الخرافيه فيه، يعني انت تطلع شو فيه اوبشن. بكل الاحوال اليوم فعلا كان اشي خرافي بالنسبه لي، راح احول اضاءتي لهذا الضوء فعلا. جودوكس شكرا 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 على هذا الاختراع العظيم اللي راح يريحنا بشغلنا. واذا عندكم اسئله او استفسارات او معدات خرافيه مثل هيك حابين نحكي عنها بالفيديوهات الجايه، تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او انستغرام ليو.حماتي. وتذكروا دائما حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه.